بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية نشكر القائمين بهذا المؤتمر الرصين ونشكرهم على حسن الضيافة. عنوان بحثي: جهود العلامة القضلجي العلمية، رسالة أجزاء القضية في علم المنطق نموذجاً. لا أخفى على حضراتكم أن المولى جل شأنه قيض للأمة الإسلامية في كل عصر علماء أجلاء وفقهاء أذكياء، أرشدوا الناس إلى الحق والصواب، وأناروا طرق النظر لأولي النهى والألباب، وألفوا كتباً في شتى العلوم والأبواب، وكان لهم أثر كبير في تطوير العلم والمعرفة وازدهار الفكر والثقافة وإصلاح الفرد والمجتمع وانتشار السلم والسلام والأخلاق الفاضلة بين الناس. ومن هؤلاء العلماء العلامة المدقق الفاضل المحقق القضلجي الكردي، من علماء قضلجة الواقعة غرب قضاء بينجبين التابعة لمحافظة السليمانية، وكان بارعاً في العلوم النقلية ولا سيما في اللغة العربية، متضلعاً في العلوم العقلية، عالماً مدققاً يرحل إليه في الآفاق، إذ قد آتاه الله براعة فائقة في توضيح المسائل وتحقيق الدلائل وكشف المعضلات وحل المشكلات وتحرير الخلاف بين العلماء. لذا وصفه العلامة محمد أمين زكي بك بأنه كان من خيرة علماء الكرد، واسع الاطلاع، غزير العلم، قوي التفكير، جيد الحافظة، كان له اليد الطولى في العلوم العربية والمعارف النقلية. وذكر العلامة مفتي العراق الشيخ عبد الكريم المدرس بأنه كان عالماً صالحاً زاهداً متواضعاً رؤوفاً بطلاب العلم، وذكر أن تعليقاته وحواشيه على الكتب المنهجية كانت دقيقة جداً. ولأهمية الجهود الكبيرة التي بذلها العلامة القضلجي في التدريس والتأليف ودوره الريادي في التفكير والتحقيق ومكانته العالية بين العلماء والباحثين، آثرت أن أكتب عن حياته الشخصية والعلمية، ثم أقوم بدراسة كتاب من كتبه كي أعطي الموضوع حقه وأبين جهوده فيه بدقة. واخترت من بينها كما قلت لكم رسالته القيمة المسمى بأجزاء القضية. ولا يخفى على حضراتكم أن في دراسة حياة علمائنا الأجلاء وآثارهم العلمية إحياءً لتاريخنا الثقافي النير وتراثنا المعرفي الرصين، وتبجيلاً لأسلافنا الذين بذلوا جهداً كبيراً وسعياً حثيثاً في تطوير العلم والمعرفة، البحث يشتمل على مبحثين: الأول خاص بدراسة حياة العلامة القضلجي، والثاني تبين جهود العلامة القضلجي في رسالته أجزاء القضية المنطقية. أما بالنسبة لحياته الشخصية فحقيقة من خلال هذه الدراسة قمت بتصحيح بعض ما كتب عنه، وذلك بعد البحث والتقصي. اسمه الكامل الملا علي ابن الملا محمد بن علي بن إبراهيم القزلجي. ذكر بعض المترجمين أن جده اسمه محمود، لكن نحن في جامعة سوران عندنا مركز المخطوطات، بعد الرجوع إلى تعليقاته وحواشيه على تهذيب المنطق والذي
كتبه بخطه في بلدة سابلاخ، تبين لي أن اسم جده هو علي وليس محمود، إذ يقول: تراب أقدام الفقهاء الكاتب قزلجي علي بن محمد بن علي بن إبراهيم. وأيضا هناك خطأ شائع، ينسبون العلامة القزلجي إلى منطقة ترجان في إيران، لأنه درس في مدرسة ترجان أكثر من 40 سنة وبقيت أسرته هنالك، ولكن في الحقيقة هو من منطقة قزلجة التابعة لقضاء بيانجوين. نعم، بدأ العلامة القزلجي بالدراسة عند والده، وكان شيخا جليلا، وقرأ أيضا عند الملا محمد الباني وكذلك الملا محمد اليائي، ثم سافر مع زميله الفاضل الملا عبد الله البيربابي إلى الأستاذ العلامة مفتي العراق الملا محمد فيضي الزهاوي في بغداد، وسكن عنده في المدرسة السليمانية التي بناها سليمان باشا الكبير، وتخرج عند الأستاذ وأخذ منه الإجازة العلمية. وقال العلامة مفتي العراق الملا محمد فيضي الزهاوي في مقام الثناء المستوعب للأطراف: لو اجتمع ذكاء الملا عبد الله البيربابي وجهد الملا علي القزلجي في شخص كان ذلك الشخص مثلي. بعد أخذ الإجازة رجع الملا علي القزلجي إلى ترجان الواقعة شرق مدينة سابلاخ، فاجتمع حوله الطلاب الأذكياء، وسعى القزلجي بما في إمكانه في التدريس مع التدقيق التام، واشتغل فيها بالتدريس زهاء 45 سنة، ويروى أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 طالب في مدرسة ترجان على الدوام، فذاع صيته وانتشرت شهرته العلمية، فكان يأتيه الطلاب من مصر والشام والعراق وأفغانستان وداغستان وأماكن بعيدة في إيران كالخلخال وطالش، وبذلك أشعل سراج العلم في كردستان. من أشهر تلامذة العلامة القزلجي الملا عبد الله البيربابي، وكذلك الملا عبد الرحمن البيانجويني صاحب الحواشي الدقيقة، وقد قمنا بعقد مؤتمر لهذا العالم الجليل في جامعة سوران، ولم نجد مخطوطة عند أحفاده، لكن بعد البحث والتقصي في العراق وفي مصر وفي إيران حصلنا على أكثر من 50 مخطوطة لهذا العالم الجليل. ومن طلابه أيضا الملا عبد الله الداغستاني، والملا عبد الله بن عبد القادر الولزي، والملا سعيد رحيم البوكاني. وقد ألف العلامة القزلجي كتبا كثيرة، وله حواش دقيقة ونفيسة في العلوم التي تقرأ، دلت هذه المؤلفات على علو كعبه ورسوخه في التحقيق. من مؤلفاته أجزاء القضية في المنطق، المقولات العشرة، رسالة في الآداب، الرسالة المعرفية، منظومة في علم التجويد باللغة العربية، منظومة أخرى في التجويد باللغة الفارسية، تخفيف الهمزة، صيغ المصادر، الظرف المنصوب، منظومة الفرائض. أما حواشيه وتعليقاته فكثيرة جدا، منها تعليقاته على الجامع الصحيح على صحيح البخاري وعلى صحيح المسلم وعلى ألفية العراقي في علم الحديث وعلى جمع الجوامع في أصول الفقه وعلى الفرائض شرح المنهج وعلى القاموس المحيط والمعلقات السبع والمقامات الحريرية ومغني اللبيب لابن الهشام الأنصاري والتسهيل لابن مالك والبهجة المرضية للسيوطي والفوائد الضيائية وكذلك مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي والمطول والمختصر للعلامة التفتازاني والعصام أو عصام الدين في الوضع، وله أيضا حاشية على تصريف الملا علي الأشنبي، وكذلك له تعليقات على لامية العرب ولامية العجم والقصيدة البردية وشرح المواقف في علم الكلام وتقريب المرام شرح تهذيب الكلام وشرح العقائد
وتشريح الأفلاك وأشكال التأسيس، وكذلك شرح الشاطبية وشرح المغني وعبد الله اليزدي في المنطق، وعنده كتب أخرى كثيرة لا أستطيع ذكرها في هذا المقام الضيق. من المعلوم، يعني نأتي الآن إلى المبحث الثاني، أن المدركات الذهنية أو القواعد المنطقية محصورة في التصورات والتصديقات، ومن أهم مباحث التصديقات أجزاء القضية المعقولة، وقد تطرق العلامة القضلجي في رسالته المنطقية إلى أدق مباحث أجزاء القضية وأشكالها، والتي كانت مثار جدل بين قدماء الحكماء والمناطقة ومتأخريهم كتباين نظرهم في أجزائها، هل هي ثلاثة المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التامة الخبرية، أو هي أربعة بجعل النسبة بين جزءا من القضية، وكذلك اختلاف في النسبة التامة الخبرية، هل لها إدراكان، إدراك تصوري وإدراك تصديقي، أو ليس لها إلا إدراك واحد تصديقي، وكذلك اختلاف في حقيقة التصديق، هل هو بسيط أو مركب، واختلاف في الإذعان، هل هو علم أو فعل اختياري ضد الرد والإنكار. وحقيقة أنا في هذا المقام أريد أن أقول شيئا، عندما نتكلم عن القضية المنطقية فنتكلم عن قواعد العلوم، صدر الشريعة يعرف القاعدة الأصولية ويقول القضايا الكلية التي يستنبط منها أحكام الجزئيات، ثم بيّن أن القضايا الكلية ما تقع كبرى في الدليل، يعني القياس المنطقي، مثلاً نقول أوفوا بالعقود أمر، وكل أمر للوجوب ما لم تقم قرينة على ذلك، فنصل إلى النتيجة. وكذلك تطرق إلى النسبة، وأصبحت النسبة في القضية المنطقية موضع دراسة عند الباحثين وعند اللسانيين، فأصبح الإسناد من عوامل التماسك النصي، وكذلك علماء البلاغة عندما يتكلمون عن المجاز العقلي يتكلمون عن الإسناد عندما يكون عقليا، فمثلا المتنبي يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وهل الطباع تأبى وترفض؟ فإذا هناك مجاز في النسبة أو في الإسناد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.